لن تصدق رأي إيفانكا ترامب بالأمير محمد بن سلمان. دعونا لننطلق. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عبرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما شغلت الصحف السعودية والعالمية خلال زيارتها إلى السعودية عن سعادتها بزيارة المملكة، ومؤكدة حرصها على أن تتكرر هذه الزيارات بحسب ما ذكرت صحيفة الرياضة السعودية، وعن رؤية المملكة 2030. قالت إن هذه الرؤية تمثل نقلة نوعية لمستقبل المملكة داخليا وعالميا، لافتة إلى أن شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصية محفزة ومؤثرة في الشباب السعودي والعربي والمسلم لما يتمتع به سموه من صفات قيادية وطموحة وحبه لوطنه وشعبه، مبينة أن سموه صاحب حضور فعال. وفي مقابلة مع الصحيفة أشارت إلى أن الانطباع الذي خرجت به عن لقائها مع السعوديات كان ملهما، إذ تعرفت عن قرب على قدرة المرأة السعودية على العطاء والتميز والذكاء، كاشفة أن لقائها بهن أوضح لها الكثير عن طبيعة المرأة السعودية والذي كان غائبا عنها، وأكدت أنها فخورة بصداقتها التي كونتها خلال زيارتها للمملكة، معربة عن امتنانها لما وجدته من ترحيب وكرم وحسن استقبال في المملكة، وختمت قائلة: حب الناس نعمة، وكل إنسان يعبر عن هذا الحب بطريقته. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة.